اللي هي فتة الزبادي بالدجاج. موضوع سهل جدا جدا جدا. مقاديرنا عبارة عن دجاجة غسلناها كويس قوي بالدقيق والخل والملح، وبعدين حطينا لها جزر، بصل، ورق لورا، حبهان، وبدأنا نحن حضراتكم نسلقها كويس جدا جدا. بعد ما سلقناها كويس قوي بدأنا نشيل منها الجلد والعظم. خليناها كده جلد وعظم، شلناها واحتفظنا بالايه باللحم بتاعها. عندي في حدود بالظبط نص كيلو زبادي، نص كيلو زبادي عندي في حدود راس توم كامله مفرومه، معلقتين زبده، ممكن رشه نعناع لو حبيتي، وعندنا كمان هنا بقدونس مفروم، وعندنا هنا اللوز متقطع طويل او صنوبر كيف ما تحب. واهم حاجه بقى عشان تبقى فته لازم لها ايه؟ لازم لها الكبير ده، العيش. خلاص؟ طيب الموضوع سهل جدا جدا، بما انها فته كده سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله خالص، يبقى اذا وكل مكوناتها جاهزه احنا هنعمل حاجه سهله جدا مش هنسال وقتي. هنعمل ايه طيب؟ هنعمل احنا واخدين ادي الدجاجه اللي احنا فصصناها. طب ليه ما خدتش صدور دجاج؟ يبقى متفل. طب ليه ما خدتش وراك دجاج بس؟ برضو بتبقى فيها نسبه دهون عاليه شويه. فاحنا بنسلق الدجاجه عشان نستخدم الشوربه بتاعتها، وبعد كده بناخد ادي الدجاج بعد ما فصصناه من غير جلد من غير عظم من غير اي حاجه، نبدا ان احنا نحط فوق العيش كده اللي احنا حمصناه. بالمناسبه العيش ده متحمص، حمصناه عيش لبناني اهو قدام حضراتكم. نبدا نحط الدجاج كده بالشكل ده اهو، من الاكلات الخفيفه الجميله اللذيذه اللي فعلا كلنا بنحبها. بعد كده قوم جاي مسخن عندي هنا، بصوا كده بالراحه نشغل ده كده عشان ابدا اعمل الثوم وابدا اعمل حاجه اللي عندي. هنجيب بعد كده هنا عندنا ادي الشوربه بتاعتنا او البيون او ناتج تسويه سلق الدجاج، هناخده هنا بالراحه جدا. مع بال ما نسخن الطاسه دي كده معانا عايزينها تسخن جدا ونسيبها تسخن. هروح هنا نسقي بقى عندنا الشكل ده بعد ما ظبطنا الملح وكل حاجه. نبدا نسقي. بص السقيه يا جماعه مش بنغرق كتير، انا عايز حضرتك وانت بتاكلي الفته دي يبقى معاكي حتت او قطع من العيش بتقرمش وانت بتاكليها، ودي السر بتاعها ان انت مش بتفتيها زي الفته المصريه يبقى عندك مبلوله خالص. لا، هنا بنحط كده ادي البيون او الشوربه او ناتج تسويه الدجاج بتاعنا السليم. نبدا كده اهو زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما احنا سقينا مش كتير زي ما قلنا عايزين يبقى في معانا قرمشه. القرمشه دي هي سر نجاح الفته دي، القرمشه بتاعت العيش هي سر نجاح الفته دي. كده خلاص سقينا، بعد كده هنغطي شويه عليها لغايه لما نبدا نعمل بقيه الحاجه. هنا الطاسه على النار اهي، هنبدا ناخد زبدة على النار اهي، معلقة زبدة حلوة كده عشان نسيح فيها التوم. هنيجي هنا مع بلدي يسخن معانا، هنبدأ نحط هنا الزبادي. بصوا لي كده يا جماعة الزبادي اهو، نبدأ نحطه فوق الفتة بس نضربه كده كويس قوي. ما فيهاش رز، اشوف محمد ليه ما فيهاش رز. ادي الزبادي اهو، خليه كريمي كده، ناخده فوق الفتة نبدأ نعمله والفته كده بالشكل ده. من الحاجات اللي تشهي الخفيفه اللي لا يمكن تاكليها ابدا وتحس بتعب مطلقا، مش حاجات مسبكه وفيها بصل وتوم كتير، ولا انه التوم هنا هيديني الشمخه اللي انا عايزها اهو. ادي الزبده خلاص يا ساحت معايا، هبدا انزل بالتوم اهو. ايه ده كم التوم ده كله؟ كم التوم، تخيلوا بقى كم التوم ده كله، وبيديني طعم، بيديني طعم. في ناس تقول لك انا ما بحبش التوم. ما بتحبيش التوم ليه؟ اصل التوم بيتعبني. لا، التوم حضرتك لو حمرتيه واديتي له لون معاكي مش هيتعبك خالص مطلقا. ببدا اضيف عليه شويه اللوز المحمصين معاه كده علشان هما كمان ياخدوا ريحه التوم. ناخد معلقه كده نحاول ان احنا نجيب اخر التوم ده من تحت البتاع دي ستانلس اهي. خلاص كده يا جماعه نبدا بقى. بص بقى
شوف بقى جمال بقى كده وبتنطر كده. بص 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 كده وهو نازل كده. بص 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 الله 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 الله. ايوه شامين ريحه ولا مش شامين ريحه؟ وصلت اكيد، انا متاكد وصلت عندكم في البيت، انا متاكد من كده. اهو كده اخر حاجه عندي اهو. ما تسيبيش توم خالص، التوم ده هو سر نجاح الوصفه دي. تمام كده. وبعدين اخر حاجه نعملها ايه؟ شويه بقدونس كده يا جماعه علشان نكمل الرونق والشكل بتاع الطبق كده. نقول لكم ايه؟ بالهنا والشفا.